العربية بتاعت جدتي والبيت بقى بتاع جدي. جدي كان دكتور في كلية هندسة، ساب القاهرة وجاي عايش هنا في التسعينات. التسعينات؟ يعني البيت حلو جدا ومحتفظ بحالته رغم السنين. هو أنا زبطت فيه شوية حاجات بس مش كتير. عايز تيجي تتفرج؟ مرة تانية معلش أنا اتأخرت. براحتك. تشرب حاجة؟ متشكر أنا كويس. ده إيه؟ ده دش. دش؟ مكان غريب أوي حد يستحمى فيه. جدي بقى كان مهووس بالنظافة، كان ما بيطقش الرملة تخش البيت خالص. فبقى الكابينة دي عشان وإحنا راجعين من البحر نشيل الرملة من على جسمنا. بس بيني وبينك لما بتبقى الدنيا فاضية مفيش ألذ من إنك تستحمى في الهواء. بتفكر تجرب صح؟ الوقت اتأخر. شكرا على التوصيلة. مفيش حاجة. ما كنتش عارف اتصرف ازاي، وطبعا ما اعرفش انه جوزها، ولو كانت متجوزه طب ما قالتليش ليه. هلا ما قالتلكش قبل كده انها ممكن تكون اتعرضت لاي نوع من انواع العنف المنزلي؟ لا يعني احنا كنا بنيجي عند النقطه دي وما نفتحهاش، لكن كنت بلاحظ اثار يعني كدمات على رقبتها وسحاجات على بعض اجزاء من جسمها. طيب حضرتك لو مش محتاج لي تسمح لي استاذن؟ استاذن تروح فين؟ كمل قهوتك لسه قدامنا شويه. لسه ما اتكلمناش عن المخدرات. بصري كده وطلع يجري. ثانية بعدها الحلواني دخل عليا يقول لي شو اسماعيل؟ مش عارف اقول له ايه؟ بقول له لسه مفلق من هنا. الحلواني لسه راح تسابقك ثلاث شوارع. مساء الخير. معلش أنا آسفة على التأخير. لا ولا يهمك. انت كويسه؟ اه كويسه. يلا بقى كويس انك لحقتي المسقعه، كانت هتتنسف. حط لمراتك مسقعه يا حبيبي.
He goes on the overlap and gets away from Alexander Arnold. And it's Vinicius Jr. بتيجي نقول نساعد أحلام تلاقيها واقفة بتغسل المواعيد. هو انت النشا هامش بتحب هذه يا سابها. طب ما تقري لي. يلا اختاري كارت واقلبي. الكارت ده علامة على حاجة جديدة هتحصل في حياتك. حاجة قوية ومؤثرة هتخطفك. ده ولد صغير صح؟ ده مش طفل بالظبط. بص مكتوب انه مرسال هيجيلك برساله بس لازم تتعاملي معها بحذر. ان شاء الله بينا. على فين؟ الجونه. شباب الكايتنج عاملين قعده على البحر. طب ينفع احصلك كمان شويه؟ براحتك. على الاقل من مهلك. هو قفش كده ليه؟ انتم كويسين؟ نعم كويسين. أنا وسيف نعرف بعض من وإحنا صغيرين، عدينا بكل حاجة سوا، بس في الوقت ده كنت حاسة إني معرفوش. زعلي وغضبي بنى سور شفاف ما بيننا، كل واحد فينا بيتكلم ومحدش سامع، لحد ما زهقنا ومبقاش لي لازمة حتى نحاول. كنت بدور على حاجة تشدني مش لاقية. مفيش حاجة أمسك فيها. في دماغي كنت متضايقة فرصة للحياة. 4 سنين كمان لحد ما أوصل 35. يلاقي حاجة تقنعني أكمل ياما. لقيتك. انت بتدور عليا ولا ايه؟ لا انا كنت معدي فسمعت الشباب دول قلت اجي اشوف ايه اللي بيحصل. وشفت؟ كول قوي الشباب دول. انا متاخر على الجو ده 10 سنين. ولا كل ولا حاجة. دول عبط كلهم. أنا عموما بتوتر من التجمعات. أصحابك؟ أعرفهم. تحب أعرفك عليهم قبل ما أمشي؟ أنت ماشي؟ روح. سيجارة؟ لا شكرا مش بدخن. أنا كمان ما بدخنش. أمال إيه اللي في إيدك ده؟ ده يا ستي تبغى اسباني، تبغى مجفف من غير اي دفعات، ما بدخنش غيره. مش معنى ده بالذات يعني؟ النوع ده بالذات لاني شبه مستحيل الاقيه. لما ما بلاقيهوش ما بدخنش.